عام 1948 عقد زواج مدني بين الراحل كمال جنبلاط والأميرة مي، وقد جرى تسجيل العقد لدى الكاتب العدل في جنيف لتكر سبحة السياسيين والمشاهير اللبنانيين المتزوجين مدنيا. البيع، لأني عشت مدة طويلة بفرنسا، هناك الزواج المدني إجباري، وبالتالي أكيد التزمت بأحكام القانون الفرنسي وتجوزت بفرنسا مع فرنسية من خلال الزواج المدني، وكمان بسبب معتقد الديني وانتمائي للطائفة إلى المذهب الماروني كمان عملت زواج كنسي. بمجرد ما يكون الزواج المدني اختياري الأمور محلولة، يعني السلطة الكنسية أو المؤسسات الدينية إلى ما هنالك بيكون بعد عندها سلطة على البدون يعتمدوا الزواج الديني. تجربتي بالزواج المدني يعني كانت خطوة جريئة، خصوصا كوني كنت نائبة بالبرلمان وبعدني منتخب جديد ومجتمع هما بيتقبلها، وكنت عارفة انه في كتير رجال دين يمكن اول شيء ما رح يتقبلوها والمجتمع بعض المجتمع ما رح يتقبلها. وصحيح انه كل واحد من طايفة وكرمال هيك رحنا على الزواج المدني، بس بنفس الوقت انه انا انسانة مؤمنة بالزواج المدني، ان كنت من دين مختلف انت وشريكك او ما كنت من دين مختلف انت وشريكك، انا مؤمنة انه هذا زواج الزواج المدني لازم يصير بلبنان، انه عيب بقى نكون بعدنا نحن عم نندار من الطوائف ومن الأديان ومن رجال الدين. مع احترامي لكل الطوائف ولكل رجال الدين، أنا إنسانة مسيحية بؤمن بمسيحيتي، أنا إنسانة بروح الكنيسة بصلي، ما في شيء بغيرني، يعني هذا الشيء ما بغير إنه أنا إذا أنا مؤمنة أو لا، مش إنه مبعود مؤمنة ومبعود مسيحية إذا أنا اليوم عم طالب بزواج مدني. بلاقي إنه بلبنان حرام ما تكون موجودة، وإن شاء الله يعني اليوم مع النداء للرئيس الجمهورية ومع اللي كان عم بيطالب فيه ومع صرخة رئيس الجمهورية، انه اليوم كلنا نوقف حده، ان كان اعلاميين ان كان سياسيين، نكون عنا الجرأة ما نفكر اذا رح نخسر بالانتخابات، ما نفكر اذا رح نخسر بالاصوات، ما نفكر اذا هيدا انه اذا في هالاشخاص اللي رح تخسر مش رح يدعمونا بقى لانه مشينا هيك، ما نفكر اذا هالرجل الدين من اي طائفة من كانت رح يدعمنا بالانتخابات او لا. خلينا نكون عنا هالجرأة، نجي نتجمع نكون 10 15 20 واحد، ان كان من النواب ان كان من غير النواب، نقول نحن بدنا هالشي ونضل انه نكون عنا آلة ضغط تنقدر ننفذه. ما يصير مثل ما صار ايام رئيس الهراوي، ما بتمنى حدا يقول انه انا اليوم انسانة مرتدة، ما بتمنى حدا انه يزايد علي بايماني او بديني او انا بايماني بيني وبين ربي. هيدا شيء وهيدا شيء، يعني شو خص هاي بهاي؟ بال 74 لما قررنا نتجوز كنا مبدئيا واعيين للاوضاع الاجتماعيه والسياسيه المحيطه بالبلد. قررنا يكون زواج مدني لعده اعتبارات. اول شيء لانه بيخليك تنتمي للوطن وتكون مواطن بالدرجه الاولى. ثانيا بيحررك من عقد مشاكل ما بعد الزواج. أكيد بالنسبة لنا كطوائف مسيحية يعني الطلاق مش موجود عند الموارنة وموجود عند الروم، بس كله بصعوبة، ولا المجتمع القريب ما واجهنا أي صعوبة. إنما صرنا نسمع أنه بعض الأوقات كانوا في بعض الوعظات ببعض الكنائس يقولوا أنه ليش هول الاثنين مسيحيين يتجوزوا مدني، أنه ما لهم بحاجة يعني يتجوزوا مدني. أنا برأيي أنه الحرية الشخصية باختيار نوعية الزواج ما حدا له علاقة فيه أبدا إطلاقا. صار مثل الواحد عليك مش دينته بالمقلوب، أنه فيك تتزوج بتركيا وهي تركيا دولة إسلامية بتزوج مدني وبتجي على لبنان بتسجله، أنه لشو هالضحك عدو، لشو تخلوا اللبنانيين يروحوا يصرفوا مصرياتهم برا بالوقت اللي أنه أنتوا فيكم تعملوا هون يعني. بعدين اختياري عاملينه مش اجباري، مع انه هو بالمبدا الوطني لازم يكون اجباري، وبعدين الواحد يعمل زواج ديني ما فيها مشكله يعني.